نرحب بضيفنا أيوب الجبلي الإعلامي الرياضي اللي بينضم إلينا عبر زوم من برشلونة. صباح الخير أستاذ أيوب. ومع فتح باب الانتقالات الشتوية بتسعى معظم الأندية الكبرى لتعزيز فرقها. لو تحدثنا في البداية مع حضرتك عن أبرز هذه الصفقات الكبرى المتوقعة خلال الانتقالات الحالية في أوروبا. صباح الخير، muy buenos días من برشلونة. أبرز الصفقات الكبرى المتوقعة خلال هذا الميركاتو الشتوي أتوقع أن تكون للاعبين الذين اكتشفهم الجمهور في آخر نافذة كأس العالم. فنرى بأن الأرجنتينيين الذين يلعبون في أندية متوسطة كلاعب وسط الملعب والجوهرة اللاعب الحائز على جائزة أفضل لاعب شاب إنزو فرنانديز لاعب بنفيكا مطلوب في نادي تشيلسي وثمنه يصل إلى 120 مليون. أيضا نجد وسط الملعب ماك أليستر التي أتلتيكو مدريد مهتم بضمه، وأيضا نشاهد بأن أيس ميلان ونادي بايرن ميونخ يبحثان على حارس مرمى، ويمكن أن يكون ديمو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين. فاللاعبين الذين أبرزوا في كأس العالم لديهم فرصة للانتقال في هذا الميركاتو الشتوي. نعم. طيب ياسين بونو أيضا حارس المرمى المغربي الذي تألق تألقا لافتا واستثنائيا في كأس العالم الأخيرة، هناك أنباء تتحدث عن اهتمام بايرن ميونخ الألماني لضم هذه اللاعب، لكن يبدو أن العقبة الوحيدة هي النادي الذي يلعب وينشط فيه بونو هذه الأيام، وهو اللاعب لا تذكر ربما النادي الإسباني. على أي حال أنت الآن موجود في برشلونة، لماذا يقف هذا النادي عائقا أمام انتقال بونو إلى الدوري الألماني؟ بطبيعة الحال لأن إشبيليا هو حارس مهم بالنسبة ليس فقط لنادي إشبيليا بل للدوري الإسباني، فهو آخر حائز على ساموراء، وهو يعني اللقب الذي يفوز به أفضل حارس في مرمى الدوري. ياسين بونو وهو تقريبا نصف الفريق الإشبيلي، فحاليا فريق إشبيلية يعاني كثيرا من الدفاع، لديه دفاع ضعيف. فكيف نرى جولز كوندي ودييغو كارلوس انتقلا في الميركاتو الصيفي، فليس لديها دفاع جيد ولا يريدون أن ينتقل ياسين بونو لأن ليس لهم ضمانة بأن يأتوا بحارس أفضل. يعني تألق كبير لنجوم المغرب، الفريق المغربي بالتحديد ظهر بهذه المونديال ووصل تقارير بوجود عروض كبيرة لهم من أكبر الأندية العالمية، ما صح ذلك؟ صح ذلك، وهو نرى بأن اللاعبين المغاربة الكل من حراسة المرمى حتى المهاجم كلهم لديهم عروض من فرق أخرى، فهاد اللاعبين المغاربة كلهم ينشطون في فرق نوعا ما هي عادية أو متوسطة، والأهم وهو القيمة السوقية لهذه اللاعبين المغاربة هي قيمة منخفضة سريعاً. مقارنة مع قيمة اللاعبين البرازيليين. سيد أيوب لا تبقى لدي كثير من الوقت، لدي موجز بعد ثوان قليلة. أخيرا، بعد انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، هل هناك توقعات في أسبانيا؟ هل يتردد أن مودريتش سوف ينتقل أيضا إلى النادي السعودي؟ نعم، بعد ما يعني تمكن نادي النصر بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، فليس فقط لوكا مودريتش، فالنادي النصر يريد ايضا التعاقد مع انغولو كانتي لاعب تشيلسي، مع سيرخيو راموس لاعب باريس سان جيرمان، مع سيرجيو بوسكيتس وماورو كاردي. اظن بان هاد اللاعبين كلهم يريدون الذهاب الى الدوري السعودي بعدما شاهدنا الراتب العالي التي يمكن ان يدفعه الدوري السعودي. ف أظن بأن العديد من اللاعبين سينتقلون إلى الدوري السعودي. الأستاذ أيوب الجبلي الناقد الرياضي الإعلامي الرياضي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من إسبانيا.